ليكيب تيم باش تعمل لي التشكيله تعتبرها التاريخيه للكره التونسيه. والله احسن نحتشم لاعب جابتهم تونس بكل صراحه. باش ما نقعدوش نتفلسفوا الناس تتفركس. ليكيب اللي مشات للارجنتين 77 راه مشينا للارجنتين 78 يا ما رانا ترشحنا وكملنا الموسم بعدهم. فماش حتى لاعب اذكم احسن 11 احسن 11 احسن 11 بالنسبه لي انا. فماش غير فما جي فما ملاعبيه اخرين فما ملاعبيه سسمو نتاع صفاقس اللي يلعب في الترجي زاده اسكندر السوي اسكندر السوي فما ملاعبيه كبار فما جو اللي ما ساعدوش الحال ما يستحقوش يكونوا في التشكيله هذيك. طب قلت لي انت احسن تشكيله هي التشكيله. لا لا انت ترش. انت لا يكونوا انت لا كان تزيدوهم. لا لا انت افهمني حاجه انت باش تعمل لي من كل الاجيال معناها تعمل لي تشكيله نتاعك انت يا خويا. التشكيله اللي مشيت 78 الارجنتين شكون نحطوا في الكاش؟ في الكاش عطوقة. لكن عطوقة ما مشاش. رد بال مشى عطوقة مشى وعطى درس للناس. اي ما لعبش مشى ما لعبش لكن قعد يعاون في الشتالي والدرس والشتالي لليوم الغدوه ان شاء الله ربي يشفيه زاد مجد الغالي. الدرس اللي اعطاه حتوق الناس الكل كانت تدخل وانا وعدتكم مش دخلها بعضها. لا حتوق ما دخلهاش بعضها. احسن حارس في البريود هذيك حتوق. على اليمين شكون احسن ما جاب التونس؟ احسن ما جاب التونس نتاعنا نتاع صفاقس حاتم ترابلس. حاتم ترابلس اي افهم لاعبين اخرين فما تبعني. لا لا تبعني تبعني ما نقول لك زاد طارق ثابت. اي لا واحد برك اختار فوالا عمل طارق ثابت اخوي. طارق علاش؟ طارق ثابت خاطر الجمعيه. لا لا حبك موضوعي. موضوعي موضوعي طارق ثابت. طارق ثابت على اليسار. على اليسار احسن ما جاب تونس على اليسار. على اليسار تو اسمه نتاع اللي يلعب في النادي الاهلي علي معلول. علي معلول تعتبر احسن مدافع ايسر في تاريخ تونس. ودي ذكاء وجاريه وتلوع وهبوط وتبارك الله عليه. في اللاكس اعطيني زوز في اللاكس. خالد بن يحيى في تونس اي وكمال الشبلي في الوسط. طارق حماد العقربي. طارق حماد العقربي لازمهم بيفو هذوما في الوسط. اي بيفو معناتها سيس كما نقول. شنو السيستم تحب عليه؟ انت كما تحب انت انت اختار اللي يلعبوا في الوسط. اي طارق حماد العقربي واللي باش يقولوا لك ما تعرفوش نور الدين ديو. علاش ما نعرفوش؟ صغير خاطر اي نسمع بيه اكيد. اي فوالا الله يرحمه. ثلاثه ذوم ثلاثه اوفونسيف برشا شو هذاك هذاك السيستم تاعي انا قدام تروا قدام قدام على اليمين سبعه الحيه زوب الحزامي سبعه زبير نعرف سبعه الحيه. سبعه الحيه تحب كيفاش بدلوا التاريخ عطوا هكا بالحق تميم كاين السبعه الحيه تميم الحزامي يعني خاطر زبير يقولوا سبعه الحيه هاك باش نسيته ما نساوش زاد الروا. شكون الروا تاع كرة القدم التونسية زاد اللي هو حمادي العقربي. اي في الوسط عاد حمادي يا ودي تو انا مش انا راني شوف يا اسلام والله راهم يضحكوني انا ربما في هدايا كيما خالد 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 حسني. يا ودي ترى هذايا 4-2-3-5-2 هذوما تراهم وقت اللي تلزا جيب تصور الكو دونفوا بعداش انت ولا انت ولا التحركات اللي باش تقع في التيران. تو محسوب كي يجي الانترونير يقول لي باش تحسن ميسي وميسي واخر تالي يقول له لا ما نحسنوش خاطر واخر تالي قال لي باش تحسن نشيلو ولدي غاديك. باهي مازال ملاعب ملاعب اخر كمل شكون نورمالمون مهاجم يكون مع تميم. اي مهاجم اي مهاجم شكون نزيد قدام حول ولا قوة الا بالله. صعيبة الحكاية مش صعيبة يا ولدي يا خالد فما برشا فما مهاجم كبير ياسر زاد مهاجم كبير كان ميور بيتور عندنا في تونس ولد صفاقس رالي سبور اسمه حديد صفاقسي اسمه عندي مشكلة في في الاسامي. اي مشكلة في الاسامي. اول واحد يجي لبالك هذاك هو اعطيني اسم. هي هذاك هو هو كان يلعب باليسار ميور بيتور وقعد ميور بيتور تاع ليكيب ناسيونال. لعب كان فرالوي صفاقس رالي سبور. اي لعب كان غالي وليكيب ناسيونال. اي اما محسوب على صفاقس بصفه كبيره. ما لعبش سي اس اس؟ لا هرب علي لسه ما عنديش. يا ولدي معروف كبير تو مشي ربي ما تلوموش عليه يا خويا راه الوليد هذايا عجزني اليوم. هي اسم كبير اسم كبير يعرفوه. لا لا يعطيك الصحة حاج كانت هذه اكثر من كانت هذه يعني تشكيلتك في ليكيب تيم. سامحني لحظة ليكيب تيم.